السلام عليكم، حياكم الله يا ملزلزين يا مكلبزين في الحلقة رقم 12 من سوما. طبعا سوما واضح انها لعبة طويلة جدا، بدليل اني خلصت انشارتد والى الان سوما مستمرة. نكمل مع اللعبة دي ونشوف النهاية مع اللعبة هذه وش تطلع. خلونا نقول بسم الله. لا تنسى قبل أن نبدأ حط لايك واكتب تعليقك تحت، اكتب اي شيء عادي ترى. طيب اخر محطة جين والله خطر خطر عادي، انا حاصل مخاطر في حياتي اصلا. قولي والله اما اجلس سالة. طيب في طريق من هنا، ما اروح للطريق هذا. واضحه صح، يعني حاطين لك طريق كذا، حاطين سواد عيونك. لا اكيد راح ترجع، الله يستر. تك تك يا ذيب، اجلس رايح، خل كاثرين تقوم بكل شيء. يلا شيالت؟ مدري؟ اوف وش ذا؟ دي خلوني استوعب. اوكي ايه طيب طيب دقيقة خلوني اتأكد. اوكي في تزويم، حلو اوكي هذا اللي يشيله. تعال هنا خالي هنا. ايوه هنا. اوكي شلون ينزل؟ يلي الليل خلاص هذا. هذا الزر. يلا بعدين الله ترى هو يتحكم من كيف. لا انا اوكي انزله. وين انزله؟ هنا بالضبط. يا سلام. بس يلا شو السالفة؟ We need to transfer our minds to the Ark. We also need to make sure it launches at all, so I tied them to a single switch. Just push the button and we're off. شفت ايش قالت؟ قالت قال ننقل عقولنا. يعني ينقل عقله، تخيل عقله ينقله. What are you waiting for? دقيقة. ينعش نفسه. طيب لا تعلق. اعطي لمحة تهديد خفيفة، لا تعلق. وهذه اخر مرة توبة بعد اسجل من عند القطعة هذه. والله طيب انا اتفاهم مع القطعة اللي عندي. يلا خلونا نضغط الزرار. دي دي. اوف لما جاء للعودة. يا ساتر ينقلون عقلي للارك. عشرين ثانية. يلا ها 10 ثواني. طيب شو السالفة؟
السالفة؟ هو الحين يبيهم يحملون عقله في الارك وبعدين يطلع هو في الارك. ما رحت انت؟ ما رحت وحسب انه راح الغبي. وانا طيب مو مفروض انا اروح؟ احنا متكين هنا وش السالفة؟ Then why are we still here? Hey, Simon, I can't keep telling you how it works. You won't listen. You know why we're here. You were copied onto the Ark. You just didn't carry over. You lost the coin toss. We both did. Just like Simon at Omicron. Just like the man who died in Toronto 100 years ago. No, this is bullshit. We came all this way. We launched the Ark. راح اطلقنا. I know it sucks, but our copies are up there. Catherine and Simon are both. اخذوا نسخة مني. Be happy for them. طيب انا هنا. We're gonna die down here with those fuckers living at large on a spaceship. They're not us. They're not us. انا يدي مقطوعة هنا. I'm proud of what we did. We made sure that something of the hundreds of thousands of years of human history survives, that something lives on. Fuck this. Fuck. عصب عصب. Fuck you, Catherine, you lied. And I believed in you, I trusted you. You said we're getting on the fucking Ark. We are on the Ark, you idiot. I didn't lie. Come at this. For your goddamn ignorance. كرهتها خلاص. كاثرين خلاص انا كرهتها. Please don't leave me alone. Catherine? شو فيك انت؟ Catherine? شو فيك اخاف؟ انا قلت الحين تحمل عقل الرجال وراح. ها ها النهاية شلون كذي؟ لا لا مستحيل النهاية مهسرة خلصنا. والله شكل النهاية يا جماعة. لا في تكملة في تكملة في تكملة الحمد لله. أنا قلت سلامات النهاية. تعالوا. Is this? Did it work? دقيقة مو تحمل عقلي هناك. جسمي بقى هناك قصدي وعقلي راح. يعني هي صادقة كاثرين يوم قالت عقلك راح خلاص. يعني هذا أنا الحين. قالوا لا لقد كذبت علي. والله أنا قبل شيء على بالي اللعبة خلصت يوم طلعت الماضي قلت خلصت. أوف انشارتد يا ولد السالفة. الله يا زين الطبيعة يا جماعة. سؤال الحين هي قالت احنا ارسلنا نسخه من عقلك. انا وين طلعنا بنسخه من عقلك على الارك؟ طلعنا رحنا اطلقتنا خلاص رحنا فوق. بقت نسخه منا موجوده في شو اسمه محطه اخر محطه كنا فيها يوم جينا نطلق الارك. بس السؤال هنا محيرني انا. يعني لا هو صح يعني هم قالوا ما قالوا نسخ مين نسخ ننسخ عقلك نحطه في اكثر من مكان. حتى يوم انها قالت جسمي البدله بقى هناك موجود بس ما يتكلم ساكت. ما علينا اللعبة شوي فيها غموض بس خلونا نكمل. ايوه في افياش هنا معنا. هذه اسئلة وتجاوب عليها يعني تشعر انك طبيعي. يلا جاوب جاوب على اختباراتي. ايه جاوب اي شيء رجع اي شيء في عليها درجات ما في درجات جاوب اي شيء. عبد الله ترى اللي جاوبته خاطئ تجيب العيد. خلها تجيب العيد اصلا عادي ما عندي اي مشكلة انا. خلوني اخبص الاولي والتالي.
فريق ارك مع نفسكم بس عن شيء لحد يطالبني بشيء، لا تجوني بكره تقولون ايه ترى احنا اعطيناك حياه جديده، هات الفلوس اللي عليك، مالي شغل. تفاهموا مع كاثرين، خذ الفلوس منها، انا مالي شغل. والله يتفاهمون معها، يجون يقولون تعالي انت اللي دخلتي الرجال هذاك في البرنامج، اعطينا الفلوس. وبعدين يا جماعه لا يكون هذه النهايه يعني، لا اسمحوا لي يعني، بتصير نهايه شوي ممله يعني، ما في ذاك الرعب والاكشن. ها كاثرين، I can't believe we actually made it. Well, we did. يلا. So relieved. It's okay, Simon. Everything's all right now. أخيرا لقيناها. طيب المطلوب يعني اضغط زرار، ما في استجابة ابد، الا في استجابة. يا الله انا قلت الحين في زعيم راح اواجهه، شو السالفة يا عيال؟ شو السالفة يعني؟ ما توقعت ان النهاية كذا تكون باردة جدا النهاية يعني، بس عشان اخر شيء انت عشت يعني، يورونك انت وكاثرين عشتوا وخلاص حياتكم سعيدة في مدري وين قالعينا قاطينا في اخر الدنيا، واخر شيء حاطين قمر صناعي يفتر شكل الارك حقهم ورايح في الفضاء. اقوى الاحداث اللي صارت في اللعبة اللي هي منتصف اللعبة هي اقوى احداث صارت، كلها مرعبة جدا. ما علينا، زي ما انتم شايفين هذه نهاية سوما يعني، نهاية يعني اللعبة قيمها عادي ترى، 7 من 10 للأمانة يعني، فيها رعب بس الرعب اللي فيها متقطع، أحداث مستقبلية، انتم زي ما انتم شايفين أحداث مستقبلية 100 سنة قدام، عقله شالوه حطوه في جسم ثاني وهو يحاول يطلع من المكان اللي هو فيه لين وصل آخر شيء بشري ونقل عقله صاحبي. السالفة متلخبطة مرة. لا تنسوا في نهاية الفيديو من الزلازين اللايك والنشر والتعليق، الله يعطيكم العافية على اللايكات، وشكرا لكم من الزلازين يا كل بزين. يلا السلام عليكم، سكر الكاميرا هذه حقة الكاميرا سكر. يلا مع السلامة.